بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي درس مقرر جابر المصفات مع الجزء الثالث من الدرس الأول مقدمة عن المصفات وأنظمة المعادلات الخطية في المثال الذي أمامنا ثلاثة أنظمة خطية لمعادلتين في متغيرين الموجودة أمامنا ففي النظام الأول x زائد y يساوي ثلاثة x ناقص y يساوي سالب واحد وسوف نحل هذه المعادلة بالطريقتين المألوفتين، طريقة الحذف elimination method وطريقة التعويض substitution method. نلاحظ أنه في المعادلتين واحد واثنين المتغير y له نفس المعامل واحد، وبعكس الإشارة، لذا فإذا جمعنا المعادلتين معا فسوف نقوم بحذف المتغير y. x زائد y يساوي ثلاثة. x ناقص y يساوي سالب واحد بالجمع نحذف y من المعادلتين ويصبح عندنا 2x يساوي ثلاثة ناقص واحد اثنين بالقسمة على اثنين ينتج أن x تساوي واحد بالتعويض بهذه القيمة في اي من المعادلتين واحد او اثنين ينتج قيمة للواي. تعود مثلا في المعادلة الأولى واحد زائد واي يساوي ثلاثة، أي أن واي يساوي ثلاثة ناقص واحد، يعني واي تساوي اثنين. للحصول على الحل باستخدام طريقة التعويض من المعادلة واحد يمكننا كتابة واي على الصورة واي تساوي ثلاثة ناقص اكس بالتعويض من المعادلة ثلاثة في المعادلة اثنين اكس ناقص ثلاثة ناقص اكس يساوي سالب واحد فك الأقواس اكس ناقص ثلاثة موجب اكس يساوي سالب واحد اثنين اكس تساوي ثلاثة ناقص واحد أي أن اثنين اكس تساوي اثنين بالقسمة على اثنين ينتج أن الحل اكس تساوي واحد بالتعويض بهذه القيمة لإكس في المعادلة ثلاثة واي تساوي ثلاثة ناقص واحد اي ان واي تساوي اثنين وهو نفس الحل السابق